في لحظات تمر عليك في بعض الألعاب مستحيل تنساها، لحظات خلتك تشعر بالرعب والخوف أو الحزن أو القوة المطلقة أو حتى الاستغراب والتفاجؤ التام. وفي هذا الفيديو حتكلم عن بعض اللحظات اللي مستحيل أنا أنساها، بس بدون ما نتكلم عن ألعاب 2019، لأنه إن شاء الله على نهاية السنة بيكون في فيديو خاص عنها. وقبل البداية التذكير المعتاد، دعمكم يهمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس. بالنسبة لي فار كراي 3 هي أفضل جزء في السلسلة، سواء من ناحية عالم اللعبة أو المهمات الجنونية والأكشن الحماسي. وسبب إضافة روعة هذا الجزء هو واحد من أفضل الشخصيات الشريرة اللي شفتها، شخصية فاز، واللي قام بدوره على أكمل وجه الممثل مايكل ماندو، والمعروف بدوره في مسلسل بيتر كول سول. لكن للأسف من وجهة نظري ما تم استغلاله بشكل جيد في قصة اللعبة بسبب قتله في وقت مبكر من القصة. عموما في فار كراي 3 كان في مهمة ماني عارف ليش ماني قادر أنساها، لما يكون عليك انك تحرق مزارع المخدرات الموجودة في الجزيرة. فهذه المهمة يتم تزويدك بقاذفة لهب، وفجأة تشتغل اغنية حماسية تخليك تتحمس انك تحرق كل شيء موجود حولك. صحيح المهمة بحد ذاتها ما هي اسطورية وفي مهمات اقوى باللعبة، لكن قاذفة اللهب والموسيقى والجو الحماسي المفاجئ خلوني لسبب ما جدا استمتع في هذه المهمة، وحتى بعد سنين من وقت ما لعبتها ما زالت هذه المهمة عالقة في ذاكرتي، ولهذا السبب كان لابد انها تتواجد بالقائمة. ومن الأكشن والحماس للرعب والخوف، مع أول لعبة فعلا خلتنا نشعر بالرعب ونحس بالتوتر المستمر وإحنا بنلعب، واللي خلت الزومبي مشهورين، الجزء الأول من السلسلة الأسطورية Resident Evil. طبعا من الأشياء اللي ما راح أنساها هو التوتر اللي كنت أحس فيه لما تفك أي باب في القصر، الثواني اللي تعدي واللعبة بتحمل وإلين ما ينفتح الباب كل اللي نفسك تسمعه هو موسيقى غرفة التخزين. بس أهم لحظة لي وأتوقع لأي شخص لعب هذه اللعبة، واحدة من الأهم في تاريخ الألعاب ككل واللي كانت معاها انطلاقة السلسلة، هي اللحظة اللي لما تقابل فيها أول زومبي باللعبة. وممكن أول زومبي أشوفه بحياتي سواء في الألعاب أو الأفلام والمسلسلات، ومع أن الرسومات كانت جدا ضعيفة مقارنة باليوم والنقلة الكبيرة اللي حصلت، لكن في وقتها كانت شيء خرافي وما قد شفت زيه. سلسلة Resident Evil مليانة باللحظات المثيرة والمميزة، لكن بالنسبة لي لحظة لقاء أول زومبي تعتبر واحدة من اللحظات اللي حتفضل محفورة في مخي. وفي قائمة مثل هذه لابد يكون لألعاب واحدة من أهم الشركات في سرد القصص القوية والعميقة حضور، روكستار وجزئين Red Dead Redemption الأول والثاني. تنويه سريع أنه حيكون في حرق مهم للقصة عشان اللي لسه ناوي يلعبهم. في الجزء الأول فاجأتنا روكستار بنهاية أبدا غير متوقعة، فبعد ما تتنقل طوال اللعبة وتقتل أعضاء عصابتك السابقين وتسوي كل اللي طلبوه منك الفيدراليين عشان تسترد زوجتك وابنك، بكل بساطة يهجموا الفيدراليين على بيتك في لحظة كنت أتوقع أنه راح أقتلهم كلهم باستخدام الديد آي، لكن روكستار كان لها رأي آخر بالموضوع وأعطتنا واحدة من أهم اللحظات في عالم الألعاب. وفي الجزء الثاني استمرت روكستار في سرد قصة قوية وواحدة من أكثر القصص عمق وحزن. الفرق الكبير اللي سويته روكستار في القصة هو أنك تلعب جزء كبير وانت عارف أنه آرثر مصاب بمرض قاتل، ولما يتأكد أنه راح يموت بسبب هذا المرض يبدأ يعاني من صراع داخلي طوال اللعبة ويندم على القرارات الخاطئة اللي سواها في حياته. وفي واحد من أكثر المشاهد تأثيرا باللعبة لما يبدأ آرثر يفضفض للقسيسة عن وضعه وخوفه بسبب قرب موته واختياراته الخاطئة. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. وبالرغم من معرفة انه آرثر راح يموت في جميع الأحوال، إلا انه روكستار قدرت تعطينا مشهد رائع لنهاية قصة آرثر مورغان الأسطورية. ومن المستحيل ان تخلو هذه القائمة من ألعاب العبقري هيديو كوجيما. طبعا جميع اجزاء سلسله ميتال جير لا تنسى ما عدا ميتال جير سيرفايفر، هذه عيب تذكر. هيديو كوجيما عودنا على لحظات سينمائيه اسطوريه ومواجهه زعماء ما يتنسوا، فاي احد لعب الجزء الاول من ميتال جير مستحيل ينسى سايكو مانتس واللحظه اللي يبدا يقول لك الالعاب اللي لعبتها بعد ما يقرا افكارك او بالاصح الميموري كارد. Now let me read your mind. Oh, you like Suikoden. So, you like Azure Dream.
like Castlevania, don't you? وكيف انه التحكم يكون معكوس الين ما تغير المنفذ الخاص بيد التحكم. القتال ايضا نفسه كان صعب وحماسي وما يتنسي. وكل هذه الافكار الفلسعية ما تيجي غير من هديو كوجيما. طبعا هذه السلسلة من الممكن انه يكون لها قائمة خاصة بها وبلحظاتها الرائعة، لكن واحدة من الاهم ايضا بالنسبة لي هي في الجزء الثالث من السلسلة سنيك ايتر. غير انه هذه اللعبة كانت رائعة من البداية للنهاية، لكن النهاية هي اللي علقت بالذاكرة لما تكتشف انك لازم تقتل الشخص اللي دربك وعلمك البوس، وتكتشف انها في الحقيقة كانت عميلة مزدوجة، لكن بالرغم من ذلك لازم واحد فيكم يعيش وواحد يموت، والفائز هو اللي راح يرث لقب بوس الاسطوري. وبعد نهاية القتال ينتهي المشهد بحوار لا ينسى بين سنيك وبيج بوس الاصلية. There's only room for one boss and one snake. مثل ما قلت سلسلة ميتل جير مليانة لحظات لا تنسى وممكن نعمل لها قائمة لحالها، لكن هذول اللحظتين هم اللي ذكرتهم على طول وأنا بعيد هذه القائمة. بالرغم من أنه God of War 2018 تعتبر لعبة جديدة خصوصا مقارنة بباقي الألعاب في هذه القائمة، إلا أنه من الطبيعي أنها تكون في المركز الأول بالنسبة لي بسبب اني اشوفها لعبة كاملة، وما في لعبة لقيتها متكاملة من جميع النواحي زي God of War، سواء القصة وطريقة سردها، القتال والاستكشاف، القدرات والاسلحة وتطويرها، المشاهد السينمائية، الاخراج والتمثيل الصوتي، كل شيء كان على افضل ما يمكن، وكل جزء في اللعبة موجود لسبب، لكن في مشهدين بالذات كانوا على مستوى اخر. اول مرة تقابل فيها بالدور قبل ما تعرف مين هو وايش قصته، وبالتحديد اللحظة اللي بالدور يدي كريتوس لكمة فعليا تخليه يطير فوق بيته. كانت لحظة صادمة لأي أحد يعرف شخصية وقوة كريتوس. بالدور كان أول زعيم باللعبة، لكن بالرغم من ذلك كان واحد من أفضل قتالات الزعماء اللي لعبتها بحياتي. حدة الرسومات، تطاير الأشجار من قوة الضربات، وكيفية دمج المشاهد السينمائية في نص القتال بكل سلاسة حاجة صعب جدا تلاقيها في أي لعبة ثانية. وللعب أجزاء God of War السابقة ويعرف سلاح Blades of Chaos أكيد ما راح ينسى الرحلة اللي أخذها كريتوس عشان يسترجع السلاح الأسطوري من ماضي المظلم واللي كان ناوي أنه أبدا ما يرجع له، لكن لما يكون الحل الوحيد عشان يقدر ينقذ ابنه كريتوس يلاقي نفسه معدوم الخيارات. There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. بعد المشهد الطويل ولمحات من ماضي كريتوس واسترجاعه للسلاح، اللعبة تخليك تجرب قوة السلاح الرهيبة وتعطيك بعض الأعداء عشان تجلدهم بالسلاح الأسطوري Blades of Chaos. طبعا في الكثير من اللحظات الرائعة والجميلة اللي ما ذكرتها، لكن وأنا بعيد هذه القائمة هذه هي اللحظات اللي لقيت نفسي على طول بتذكرها، ولهذا السبب اذكرونا في التعليقات إيش أجمل وأحلى اللحظات اللي أنتم عشتوها وشايفين إنكم ما راح تنسوها. وإذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك والنشر وتفعيل الجرس.